كلمة أخيرة قبل ما أبتدي أسمع من حضراتكم، والحقيقة إن كل ما أدخل من أول مثلا من في الإشارة في أي حاجة الناس عايزاني أعلق على هذا اللي هو خبر انسحاب الدكتور البلدي. الحقيقة أنا يعني سيبك بقى من أنا يعني من الرأي وغيره، أنا أقول لك ما في نفسي، يعني والله أنا تألمت تألما شديدا، ما أعرفش ليه، اعتبره صح اعتبره غلط، بس أنا تألمت بشدة للخبر. يعني فعلا بمجرد ما سمعت الخبر تألمت له تألما شديدا. والمسألة لازم، لا ليه دي هتبقى تبع الحاجات اللي مش هقولها، انما فعلا لا يعني مسألة الحقيقة يعني انا والله ما اعرفش، يعني لعلك انت حتى ما اعرفش، انما انا رغم ان في ناس كتير قالوا لي طب ما هو ده كان متوقع ومعروف بقاله اكتر من شهر ونص او شهرين وكذا وكذا وكذا، ولكن اهو ده اللي حصل. يعني اول ما سمعت الحقيقة شعرت بألم شديد. مش معنى كده ان انا كنت عايزه هو اللي يبقى رئيس جمهورية، طبعا انا يعني عامل حساب نفسي برضو، بس انا بقول لك يعني ده الحقيقة. الاسباب التي قالها تدرس، انا لم اسمعها ولم اسمعه ولم اقرأ البيان، ولاني كنت جاي طول النهار برا الحقيقة وجاي من مكان لمكان فلم اطلع على الموضوع، لكن على كل حال يعني لا شك ان اخواننا الكرام مشكورين الذين يعني ما تلقيت من رسائل على التليفون لدرجة يعني ملأت كل انواع الرسائل من الاخوة الكرام اللي هم كانوا معه في، يعني لا شك انها مشكورة جدا، يعني لانه طبعا يعني وان شاء الله هي صادقة وقد يكون فيها امل، لكن انا يعني على كل حال زي ما بقول لكم المسألة الاسباب التي قالها يصح ان هي تدرس، وخلوني أعلق عليها بعدين لانه ما اعرفش قال ايه بالضبط، انما زي ما بقول لك وجدانيا كده يعني حسيت بانه ليه. على كل حال